أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في برنامج عليكم بالعافية. اليوم معنا الشيف محمد من شركة كايتا للتموين. أهلا وسهلا شيف. أهلا بك، برحب بك وبرحب بالسادة المشاهدين. كيف حالك شيف؟ الحمد لله. عام أنت بخير. أنت بخير. شو وصفتنا اللي حتحضر لنا إياها اليوم؟ وصفتنا البوز العربية. أوكي. شيء سهل وبسيط. تحكي لنا عن المكونات. مكونات بستاشو، حليب بودرة، ماء الزهر، مية ورد خفيفة سحلب، كريم شانتيه وسكر ومستكة. طيب نبدأ نحضر؟ أوكي، ده يعني الموضوع سهل وبسيط كله. بنحط كل المكونات مع بعضها. خلطتنا طبعاً هو بالنسبة للآيس كريم المكون الأساسي اللي هو الحليب. فالحليب بيحتوي على الكالسيوم والبروتينات، فهذه يعني جيدة كوجبة جيدة للأطفال، بس لو نقلل اللي هي السكريات وما تكون بشكل يومي، تكون مثلا مرة في الأسبوع. وإحنا دائما بننصح اللي هي الناس اللي بدهم ينزلوا الوزن أو مرضى السكر إنهم يقللوا من هاي الحلويات ويستبدلوها بالفواكه اللي هي أكثر صحية وعالية بالفيتامينات والمعادن. وبالنسبة للحلويات في رمضان، كثير من الناس بيستهلكوا أكثر عن احتياجاتهم من الحلويات، اللي مفروض هذه الكميات تكون بتغطيها الفواكه او الخضروات او الاشياء الثانيه اللي هي مثلا الكربوهيدرات او البروتينات، بيغطوها باكلهم للحلويات. فدائما احنا بننصح ان الحلويات تكون بكميه بسيطه، مش اكثر عن 120 سعره حراريه، على اساس تكون كسناك. يعني احنا ضفنا كل المكونات مع بعضها، بنضيف لها المستكة، وفينا كمان نستبدل المستكة بمكان يكون مكانها شوكولاته، ومكان وصفتنا معموله بالفستق الحلبي. هو الافضل الفستق الحلبي. وفينا كمان فينا نستخدم مكان الفستق الحلبي شوكولاته قطع صغيره، تكون دارك شوكليت. دارك الشوكليت. ايوه، احنا بنخلط المزيج مع بعضه لهند مايه. دارك شوكليت خيار جيد للحلويات. بالظبط، يكون في ترابط للبوزه، وبعدين بنحطها في الفريزر لمده 6 ساعات، وبنطلعها نفرد الفستق الحلبي على كلين فيلم، وبنرولها رول او بنشكلها بالسكوبر ونديها الجارنيشين. الفستق الحلبي مش ضروري يتاكل مع البوزه، ممكن يتاكل لحاله سناك، يعني لانه بالزبط. عالي جدا بالاوميجا 3 اللي هي الدهون المفيده اللي بتخفض الكوليسترول وبتعلي عنا الدهون المفيده في الجسم اللي هي الاتش دي ال. خفانا البوزه دلوقتي في عمليه تجانس، تربطت مع بعضيها. دلوقتي بنشيلها نحطها في الفليزر لمدة 6 ساعات. بعد 6 ساعات أصبح الآيس كريم بتاعنا جاهز. عملنا منه أشكال معينة، أشكال مختلفة، فينا نديله كمان نكهات مختلفة. يعني ممكن نعمل واحدة بالستروبري لمحب الستروبري، واحدة بالشوكولاتة لما يحب الشوكولاتة، ونسيب واحدة لو عندنا أطفال بيحب الشوكولاتة. تقريبا الحصة من الآيس كريم بتعطينا 188 سعرة حرارية، فيها 6 جرام بروتين و 18 جرام من الكربوهيدرات، ومن الدهون 10 جرام. ودلوقتي الطبق بتاعنا جاهز. الموضوع سهل وبسيط، ما بياخدش وقت كتير. أهم حاجة المكونات تتربط مع بعضها بصورة صح، واهم حاجه تصبروا عليها في الفريزر. فينا بعد 3 ساعات نقلب المكون، نطلعه من الفريزر نقلبه صح، بنحطه تاني لمده 3 ساعات تانيين، وفينا نسيبه 6 ساعات على بعض، بنطلعه ونفرده. لو احنا عايزين نفس الشكل ده، بنفرد زي ما قلت لحضرتك اللي هو الكلين فيلم، وبنحط البستاشو، وبنحط اللي هو البوزه بتاعتنا، وبنرله على هيئه اسطوانه، على شكل اسطواني، وبنربط الطرفين وبنحطه تاني في الفريزر لعند ما يتماسك تاني، وبطلعه اقطعه ورصه بأي شكل أنا عاوزه. عايزة بوزة عربية بيضة ماشي، بلين ماشي، عاوزة بالشوكولا ماشي، عاوزة بالستروبري ماشي، كله وارد. الأفضل طبعا بلين عشان تكون صحية أكتر. وأهم شيء إن أنت كمان إن أنت عرفت إن هو إن أنت عملت المنتج في البيت، وإن أنت متأكد 100% إن مفيش أي مواد حافظة، وكلها حاجات فريش طازة موجودة عندي في البيت وفي كل مكان. يا رب تعجبكم الوصفة بتاعتكم، وبشكركم.
شكرا شيف محمد على وصفة الحلويات الصحية. طبعا بس أهم شيء للمشاهدين إنه يتناولوا الكمية أو الحصة المناسبة لهم. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم إن شاء الله في حلقات وصفات صحية في برنامجنا عليكم بالعافية.